قصة النهاردة لموقف عظيم أتمنى الناس تتعلم منه وتعرف إن في حاجات ربنا وصانا عليها من فوق 7 سماوات، وإن الدين معاملة طيبة في كل النواحي الحياة، وخاصة لشريك حياتك. صديقي سامح بيحكي له وبيقول لي: في يوم من الأيام كنت متخانق مع مراتي خناقة كبيرة لدرجة إنها سابت لي البيت وراحت تقعد عند أهلها، وطبعا قفلت مخي وحلفت إني ما هروح أجيبها، وزي ما خرجت لوحدها ترجع لوحدها. بيقول لي: اتصلت بواحد صاحبي عنده مركب في النيل، قلت له أنا جاي أقعد معاك يومين كده عشان متخانق مع مراتي. صاحبي قال لي وأنا بديك الساعة: تعال اتفضل أنا مستنيك. وفعلا كان في انتظاري، وقعدت معاه وفضلت طول الليلة فضفض معاه. وقبل ما ننام سمع صوت عالي في الريسبشن فطلع وساب موبايله على الكومودينو. تليفونه بيرن فبصيت لقيت اسم المتصل: وصية رسول الله. ترجمت على طول إنها مراته. فأول ما دخل فقلت له: وصية رسول الله اتصلت بيك. مسك التليفون وصوته وطي وقال لها: ازيك يا حبيبتي، وحشيني جدا اليومين دول. أنا قلت يمكن بيكلم بنته وردت على التليفون بالغلط مكان مامتها، لكن من مضمون كلامه عرفت إنها مش بنته ولا حاجة، دي مراته فعلا. خلصت المكالمة وقلت له: قول لي بقى ايه حكاية وصية رسول الله دي؟ قال لي: دي مراتي. قلت له: لا يا راجل، ما أنا فاهم. قال لي: في يوم لقيتها مسكت تليفوني وغيرت رقمها وكتبته باسم وصية رسول الله، وقالت لي: علشان لما اتصل بيك تفتكر إن النبي وصاك عليا وإني حبيبتك وأم عيالك، فتهدي أخلاقك عليا حتى لو طلباتي كترت. ابتسمت وقلت له: ربنا يخليكم لبعض، أنا هنام بقى علشان تعبان شوية. لكن الحقيقة وقتها أنا منمتش، يمكن عيني نامت لكن عقلي فضل شغال وعمال أفكر. بفكر في مكالمة صاحبي ومراته وبسأل نفسي: هو أنا ليه مش بتكلم مع مراتي بالشكل ده؟ هو أنا آخر مرة قلت لها يا حبيبتي كان إمتى؟ بيقول لي: تصدق إني ما كنتش فاكر، يعني هي مشكلتي معاها إنها عصبية شوية وعنيدة حبتين. طب هو بيحكي لي وبيقول لي إن مراته نفس القصة، لكن هو بيسيسها. صحيته بعد الفجر، صحيته وقلت له: أنا راجع البيت. مالك يا ابني؟ قلت له: هقول لك بعدين. وركبت عربيتي ومشيت، وطول ما أنا ماشي عمال أفكر وأفتكر اللي حصل وأعاتب نفسي، ما أنا كمان عصبي وصوتي عالي ومتهور، وهي مستحملاني برضو. الله يكون في عونها، مطحونة ما بين بيت ومذاكرة للولاد وطبيخ وغسيل، طبعا ده غير طلباتي. بجد الست دي ما تستاهلش القسوة دي كلها. بيقول لي: رحت طلعت الموبايل وغيرت اسمها وخليتها وصية رسول الله علشان افتكر ان الست دي اللي النبي وصاني عليها، فلما تتصل افتكر انها حبيبتي وام عيالي، فهدي اخلاقي عليها حتى لو طلباتها كترت. وبعدين روحت واعتذرت لها ورجعتها البيت، ومن ساعتها واحنا حالنا بقى افضل بكتير. القصه خلصت، لكن اللي لاحظته ان كلمه السر ورا تغيير حالهم للافضل لما عينه وقعت بالصدفه على جمله وصيه رسول الله. فاوعوا تستهونوا بالصدف، اوقات بتكون رسائل من ربنا مبعوثه لك انت بالتحديد في الوقت والميعاد اللي انت محتاجهم فيه. والرك عليك بقى، هتفهم الرساله ولا لا؟ وبالمناسبه يا ريت نشيل من على الموبايلات اسم الحكومه او البيت او ام فلان، ونبدلهم باسم وصيه رسول الله، علشان لما مراتك تتصل بيك تفتكر ان النبي وصاك عليها وانها حبيبتك وام عيالك، فتهدي اخلاقك عليها حتى لو طلباتها كترت. خلصت القصه وخلصت الحلقه. اشوفكم على خير والى اللقاء.